التجديد في التابلوهات وفي التصميمات، وانا اظن انه ده مجهود رهيب انه نعمل تصميمات جديده ونعمل تابلوهات جديده وخطوات جديده واستعراضات جديده وتصميمات لبس جديده ومزيكا جديده، وفي نفس الوقت عليكم حمل كبير. يعني انتوا اشتغلتوا مع او اشتغل معاكم مجموعه من اكبر الملحنين والمؤلفين الموسيقيين اللي مش بس عرفتهم مصر، اللي عرفهم هذا العالم العربي. انتوا بتعملوا ايه؟ يعني بتعدوا المرحله دي ازاي وانتوا عندكم الحمل بتاع الارث انه لا يمكن نبقى اقل؟ بتعملوا ايه ده في ده يا دكتور؟ احنا دلوقتي حاليا طبعا بنعمل جديد، يعني زي ما قلت لحضرتك كان في اوبريت جديد ومطلعين منه رقصات جديده، ومن وقت للتاني بنعمل لو حد عنده تصميم جديد بيقدمه بنشوفه وبنحاول يعني يعدي ويتقدم وكده. بس احنا بنعمل حاجه مهمه جدا دلوقتي، في رقصات لمحمود رضا طلعت مثلا في التلفزيون وما طلعتش على المسرح خالص ولا مره، يعني حلاوه شمسنا مثلا اتصورت في الفيلم وما كانتش طلعت خالص على المسرح. فدي في الفترة اللي فاتت طلعناها على المسرح وعملنا لها بعض التعديلات البسيطة من تلامذته، طبعا الأستاذ قذافي هو اللي عمل ده وطلعت على المسرح. وقد ايه الناس كانت فرحانة، لان كل ما نروح في حتة يا جماعة ما بتعملوش حلاوة شمسية، قلت لهم يا جماعة دي بتتقدم في الفيلم وما تقدمتش على المسرح اصلا. فده واجب تلاميذه ان احنا بنقدم الحاجات اللي ممكن تكون هو نفسه ما كانش فيه فرصة يقدمها على المسرح، وفي حاجات كتيرة ليه بالشكل ده بنحاول برضه نطلعها. هايل جدا. يعني كنت حتى بتكلم مع استاذ محمد القذافي على انه كان نفسي، بس انا عارف انه مش هيحصل لانه بيبقى في حاجات انا متقبل النظام واللوائح والقوانين والاعراف بتاعه الفن، خصوصا ان احنا ما قلنالكوش انه يوسف نفسه كان في تابلوه حلو كده بتاع احنا ولاد علي بامبا يا شاويش. يا نهار ابيض على الضحك، دمه خفيف وانتراكتيف، يعني بتحس ان طول الوقت في تفاعل اكيد ما بين الناس وهي قاعده وما بين الراقصين الرقصين احنا متفقين وهم واقفين على المسرح. وده اكيد ما هوش من التراث، ده اكيد اختراع، يعني ده اكيد اتكتب وتلحن وتصمم، ده كده مش تراث. احنا اولاد علي بامبا يا شويش. علي بامبا اللي هو مين يعني؟ حدوته لطيفه ظريفه. احنا لسه بنعمل الحاجات دي او ممكن نكتب حاجات جديده زي كده؟ والله نتمنى لو حد هيكتب حاجة جديدة. أنتم مرحبين. مفيش مشكلة، لأن بص حضرتك التراث هيفضل تراث، أستاذ محمود رضا هيفضل محمود رضا، وعمر أبدا ما حد هيكون زيه ولا شبهه. ده بالنسبة لنا العبقري المايسترو اللي مش هيتكرر. بس ولاده موجودين، لأن مش أنا بس، إحنا كتير. يعني أنا زملائي ما شاء الله كلهم ومدربين في الفرقة وأساتذة كبار، منهم اللي بيدرس في الجامعة الأمريكية بيدرس مادة الرقص وبيعمل شغل زي أستاذ حسن فاروق، أستاذ محمد زينهم، أستاذ أحمد فاروق، منى فاروق، كل دول زمايلنا وبيطلعوا شغل. وهم كانوا عاملين قبل كده عرض فرحانة بعض الرقصات، وكان عرض مش بطال جميل. بس لو حد عمل حاجة لفرقة رضا، أنا إحساسي إن إحنا ممكن نعمل إيه؟ زي فصلين، التراث والجديد. ففي في حاجه جديده هايل طبعا. ففكره اتمنى انها تحصل ويبقى فصل كامل وتقفل الستاره اوكي وبريك وعدين. وبعد كده ولاد محمود رضا مثلا عملوا ايه؟ يبقى حلو قوي. نفسي قوي ان شاء الله. هو اللي يحكم المساله دي قوي طبعا اللحن، هو يعني فرقه رضا هو سر نجاحها لازم نتكلم عنه، ما ينفعش تبقى القعده من غير سر. هو علي اسماعيل طبعا. فاحنا لو عندنا ملحنين زي دول هيقدموا لنا حاجه يا سلام، بس يعني يكون طبعا نفس المستوى. كلنا ده كنا بنتكلم على الله يرحمه رب علي اسماعيل. علي اسماعيل لو كان عايش او لو كان اذا ربنا مد في عمره حبتين كان عمل نقلات مخيفه في الموسيقى. وكنا بنتكلم كمان على فؤاد عبد المجيد الله يرحمه. يا نهار ابيض، موشح. هنشوف موشح بجد. هنشوف طبعًا. موشح من احلى موشحات. ما ينفعش نمشي من غير موشح. انا لو وريت لكم ساوند كلاود عندي هتلاقوا الحاجات بتاعت فؤاد عبد المجيد عندي، يعني الموشحات الاندلسيه الرائعه العظيمه دي حاجه تجنن.